الله يسعدكم أحبابي في الله. في صدري شيء ودي أقول لكم، أعظم كرامة يعطيك الله عز وجل إياها كرامة القرآن. لما يكون القرآن بين جنبيك نعيم في صدرك وسعادة وأنس وطمأنينة وراحة. الله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الحسن البصري: القرآن بستان العارفين فإنما حلوا فيه حلوا في نزهة. هذا مقطع شفته لشابين من جمعية خيركم. هذول الشابين عندهم إعاقة، ولكن ما أعاقتهم عن القرآن. أنا أبغاكم تشوفوا هذه الحلقة المؤثرة. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجر من أعدها. كذلك نرحب بعبد الرحمن، وهو أحد الحفاظ المتميزين والذين حفظوا القرآن عن طريق السماع وفي 9 أشهر، وهو يعني يعاني من إعاقة كاملة لجسده. وأنت في هذا الحال، والحمد لله على كل حال، وجدت القرآن لك أنيس. أي والله وجدت أنيس. وقت ما أكون طفشان ولا حاجة شغل القرآن بس وأرتاح جدا الحياة مع القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.